بالنسبه للنصبه التذكاري قضيناها وخدنا حرق العلم خدت فيه اخلاء سبيل تمام واتعمل لي قضيه تزوير اللي هي بتاعت اللي هي قال لك الاسم ده عماد ومايكل اتضح ان انا خدت اخلاء سبيل على ذمه مايكل مش عماد. ايه بقى دور السفاره الامريكيه في ان اخلاء سبيلك يحصل؟ دور السفاره يعني اقول لك على حاجه، انا امريكا او بالنسبه لامريكا الجميل اللي عملته معاه الرئيس باراك اوباما لما اتكلم قال لك اصغر قبط في مصر حرق علم مصر. يعني لقيت حد واقف جنبي، انما البلد اللي هي بتاعتي انا بلدي. يعني انت اوباما اتكلم عنك باراك اوباما، وغير كده وكده الرد اللي شامت فيه احمد شفيق وهو جاي اللي هو بتاع النظام، بدل ما جاي يبص الانتخابات ده جاي يتكلم عني يقول لك القبطي اللي عرع الكنيسه. طب ما انت حرتك برضه عرع على مصر. انت نسيت ايام ما انت كنت رئيس وزراء احمد شفيق قال عليك عرع الكنيسه. وباراك اوباما قال ان انت اصغر قبطي. تعاطف مع اصغر قبطي، تعاطف مع اصغر قبطي في مصر. فانت شايف ان اخلاء السبيل ده حصل بسبب تدخل السفاره الامريكيه وباراك اوباما بس؟ اقول لك على حاجه، او التدخل المصري بالنسبه لحقوق الانسان، برافو حقوق الانسان ما سابتنيش، وانا مش هقول لك حاجه. مين في حقوق الانسان تحديدا؟ تحديدا احمد قرشي. تمام، احمد قرشي وغير كده وكده نهى العمروسي الممثله ما سابتنيش. وبرده في حاجه اسمها رجع عمران، استاذ رجع عمران طبعا ما سابتنيش. وانا لو حتى هتوصل لها ده، انا بص بشكرها لاني ما سابتنيش من اول ما اتحبست. تمام، وحتى وانا في السجن كانت برده بتبعت لنا، حتى لما رحنا طنطا امانات. تمام، السجن العمومي في طنطا. وبابا مجدي عشان اقول لك على حاجه، لو الدنيا كلها قدرت تقيم اللي عمله معايا عم مجدي، مش هقدر. تمام.